عبر شوط ثان مرر البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد أن صوت في جلسة سابقة على ثلث مواده. القانون يضمن للعمال راتبا تقاعديا مجزيا مقارنة بالموظفين، ويتيح لهم شراء سنوات الخدمة للحصول على التقاعد فضلا عن امتيازات أخرى. هذا القانون من خلال الامتيازات التي تضمنها امتيازات التقاعدية، راتب تقاعدي مجزي، راتب 80% عما كان يتقاضى يحسب على الخمس سنوات الأخيرة. هناك كذلك من ضمن الامتيازات لهذا الراتب كل من وافاه الأجل وهو مستمر بعملية دفع الاستقطاعات بغض النظر عن العمر والخدمة يأخذ راتب تقاعدي. الراتب التقاعدي يورث هذا في هذا القانون. هناك بالإمكان ممن بلغ العمر التقاعدي وليست لديه الخدمة الكافية شراء خمس سنوات بما لا يزيد عن خمس سنوات دفع التوقيفات التقاعدية وأخرى تقاعد إضافة إلى حقوق الإصابة العمل. أهمية القانون تكمن أيضا في احتساب ضمانات لملايين العمال خارج دوائر الدولة ليزيد الإقبال على فرص العمل في القطاع الخاص ويصرف أنظار الخريجين عن الوظائف الحكومية، ما يقلل من الإنفاق في أبواب الموازنة التشغيلية المثقلة بتريليونات الدنانير على حساب الاستثمارية المطورة للاقتصاد والتنمية. تقليل من الحمل الكبير على الدولة العراقية أو على الحكومة العراقية، ويحل مشاكل ويتجه المواطنين إلى القطاع الخاص دون العام. يعني أي مواطن أي عامل يشتغل داخل الدولة العراقية بالإمكان إنشاء مشاركة في الصندوق الضمان الاجتماعي ويكون لها مستقبل بعد سن التقاعد، وباعتقادي هذا يحل مشاكل كبيرة. الحكومة ستسهم بدعم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي عبر دفع نسب مالية تختلف بين المخصصة للمنخرطين في العمل المنظم وغير المنظم، مع تشكيل لجان تفتيشية لضمان تطبيق القانون وفرض غرامات على أرباب العمل المتهربين من تسجيل عمالهم في الصندوق. علي أسد، يو تي في، بغداد.